يوم العمل العالمي International Workers أو Worker Day أو يسمونه Labor Day، الآن يسمونه عيد العمال طبعا، ويوم العمل يوم العمال بدعة حسنة. نعم، بدعة حسنة مستوردة من الخارج تحتفل به الدول والمجتمعات لتكريم العمال الكادحين. كادح يمكن في لفظة تعادلها باللغة العربية أفضل منها، يمكن كادح شعار للاشتراكيين، الكاد، الكاد على عياله من الكد. تكريم العمال الكادحين الذين على عاتقهم تجول عجلة الاقتصاد، اقتصاد البلدان كل يدور على أكتاف هؤلاء العمال. رغم أن الفكرة في منشئها اشتراكية، فكرة اشتراكية، والمفروض أول ما يبرز عيد العمال يبرز في الدول الاشتراكية، لكن من العجب أو من المفارقات أنها برزت في الدول الرأسمالية، في قعر أو في عقر الدول الرأسمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بريطانيا، إلا أن الدول الرأسمالية الكبرى هي التي مكنت لها وجعلتها واقعا يحتفل به، وجعلت يومه الأول من مايو عطلة رسمية في أغلب دول العالم. لم تكن البدايات، بدايات الاحتفال بهذا اليوم سهلة وميسورة. إيه نعم، اليوم العمال يحتفلون بعيد العمال، لكن البدايات لم تكن سهلة وميسورة، ولم تكن الشعارات والمطالب التي يرفعها دعاة الفكرة مستساغة من أصحاب الأعمال رغم عدالتها وشرعيتها. كان المطلب الأول البارز الذي رفعه العمال، هذه قبل قرن من الزمان أو 150 سنة تقريبا، كان الشعار الأول أن تقتصر ساعات العمل على 8 ساعات، 8 ساعات عمل في اليوم، وأن يحترم حق العمال في تنظيم أنفسهم وتأسيس نقاباتهم، ويحظون بحقوقهم المشروعة من أصحاب العمل. استمر كفاح العمال من أجل نيل حقوقهم، وقدموا في هذا المضمار كثيرا من الضحايا، كثير من التضحيات من أجل أن نصل إلى هذا المستوى، إلى أن أصبح اليوم واقعا ويوم إجازة في معظم بلاد العالم يحتفل به بتكريم العمل والعمال بمختلف شرائحهم وجهاتهم. وقد درجت الجمعية الخيرية بالقرية على تكريم العمل في هذا اليوم، وهي إذ تكرم عددا من العاملين الكادحين فإنها بالطبع لا تنسى الفئات الأخرى، يعني هي فقط فئة رمزية لتمثيل العمال. في العام الماضي كرمت فئة، في هذا العام تكرم فئة، إن شاء الله في السنة القادمة وفي السنوات القادمة تكرم فئات أخرى، ذلك لأنها تبرز القيمة الإيجابية للعمل، القيمة الإيجابية للكد، وهو عمل مقدس يعتبر من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ومما يروى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه كان يولي العامل المجد الكادح عطفا ورعاية، ويكاد، هكذا وردت، ويكاد يقبل الأيدي العاملة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. هذه الآن أضحت عندنا من المسلمات. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن الذي يطلب من فضل يكف به عن عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله. درجة رفيعة ومستوى عالي للعمل وللعمال. إخواني الأعزاء، هذا التكريم هو اعتراف بقيمة العمل الذي أريد به أن يكون ملتقا، أو أريد بالعمل أن يكون متقنا جميلا متقنا حسنا، يراد به وجه الله، وجه الله سبحانه وتعالى، وحماية العائلة، وتأمين لقمة العيش. والعمل مهما كان بكل أنواعه بكل مستوياته مقدس. لا يوجد عمل لا قيمة فيه، لا يوجد عمل لا أهمية له. كل العمل الشريف مقدس، لأنه يؤدي إلى خدمة المجتمع ويساهم في دوران العجلة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يحقق الرفاه الاقتصادي والرضا النفسي. العامل يتكون عنده رضا النفسي، ويتكون أيضا الرضا الاجتماعي النفسي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، ويقي من الفقر والفاقة. ولا يوجد نوع من العمل إخواني يعاب عليه طالما التزم بالقيم الإسلامية وأريد به وجه الله تعالى. ولقد جهدت جمعية النويدرات الخيرية في كل عيد عمال على تكريم شريحة من العمال في القرية، اعترافا منها بدورهم المميز في هذا العالم. تكريم في هذا العام، تكريم عدد من السائقين الذين تكفلوا بنقل الأطفال إلى مدارسهم وروضاتهم وحضاناتهم، هي خدمة، خدمة اجتماعية، خدمة للآباء، خدمة للأمهات، وهي خدمة من أجل الخدمات يعرفها الآباء والأمهات. نعم هي ثقيلة في 30 دينار كما يقول محمد موسى، يعني دينار واحد في اليوم شوية ثقيلة على الآباء وعلى الأمهات، لكنها في الواقع تستاهل. يعني تستاهل الأم اللي من الصبح تبغى تروح شغلها، والأب اللي يبغى يروح شغله لكنه يروح وهو مرتاح البال مكيف تماما. لماذا؟ لأن طفله وطفلته وابنه وابنته في يد أمينة. هذه الخدمة الاجتماعية إخواني لا يمكن تقديرها بثمن، مو بثمن 30 دينار. يعني حتى لو يقولون بعد يا أبو علي من اللي قام محمد موسى، حتى لو يقولون 50 دينار بعض الناس مرتاحة، يعني مو زيدون لك العادل. أهم شيء كما قلنا أني أنا مرتاح، أنا ولدي عند إنسان أمين. يكفي أن أشعر بأن أطفالي في يد أمينة. هؤلاء العمال، يعني ما نسميكم عمال، أنت سائقين سائقات تحملون فوق طاقاتهم. اللي يبغى يشوف المعاناة يروح وقت الزحام الظهر وشوف هذولين كيف أعصابهم، هذا يبدأ يطالع هذا الطفل وين راح وين جاء وين كذا، يعني زحمة جدا. أنا أروح أودي عيالي وأجيبهم وأشوف معاناة هؤلاء السائقين.
ويكفي إخواني الأعزاء التعب أو الرعاية التي يولونها لهؤلاء الأطفال. لكم أيها السائقون المحترمون والسائقات المحترمات تحية وسلامة وتجلة وإكراما. هذا التكريم الرمزي لكم اليوم لا يتناسب مع حقكم علينا، ولكنه يبرز اعترافا بدوركم وعطائكم. أقول أنتم فخر لنا ومفخرة لأهلكم وذويكم، بكل تواضع أقولها، مفخرة لأهلكم وفخر لنا. ولو نستطيع أن نقبل أيديكم لقبلناها. والسلام عليكم ورحمة الله.